بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة بشرف بوجودي في محافظة الأقصر وبصحبة عدد من السادة زملائي الوزراء، بدءا من السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معالي وزير التربية والتعليم، معالي وزير الإسكان والمرافق، وطبعا احنا كلنا في ضيافة السيد محافظ الأقصر. والحقيقة دي أول زيارة بنقوم بيها بعد يعني إعادة تشكيل الحكومة لمحافظة الأقصر أو المحافظة من محافظات الوجه القبلي. والحقيقة النهاردة يمكن أنا كنت حريص على التركيز في بداية الزيارة على الجانب الصحة والتعليم، ويمكن بدأنا بالجامعة التكنولوجية في مدينة طيبة الجديدة ودورها المهم جدا اللي ابتدت تلعبه، وشفنا الحقيقه نماذج تفرح من شباب مصر اللي بيتعلموا في هذه الجامعات، واللي يعني بنتكلم على احدث النظم التكنولوجيه وانها ازاي تبقى مرتبطه بسوق العمل. وبعديها يمكن زورنا مدرستين، واحده ثانويه بنات واحده مدرسه ابتدائيه، وكنت حريص جدا على متابعه انتظام العمليه التعليميه، واستمعت كمان ولادنا وبناتنا من الطلبة والطالبات، وأيضا كمان رأي المدرسين في المنظومة الجديدة اللي بدأناها هذا العام الدراسي. والحمد لله يمكن هذه المنظومة الانطباع العام الحمد لله ليها إيجابي جدا. نجحنا في تقليل الكثافات في الفصول بأفكار برا الصندوق، وبنتحرك في هذا الموضوع عجز المدرسين أيضا وحلول جذرية دي. وكل ده الحمد لله بنتحرك فيه في اطار رؤيتنا لتطوير منظومه التعليم ان شاء الله. ايضا طبعا يعني زرنا الصرح الطبي الكبير جدا الخاص بمستشفى الاقصر، وشفنا حجم التنميه الكبير جدا اللي بيتعمل. محافظه الاقصر دخلت ضمن طبعا منظومه التامين الصحي الشامل، وبالتالي كل الخدمات بقت تقدم في هذه المستشفى وفي مدينه الاقصر، وان شاء الله تكتمل. يمكن بنشوف لاول مره موضوع زرع النخاع بتاع معالجه السرطان، وحاجات متقدمه جدا كان ابنائنا واهالينا من محافظه الاقصر بيضطروا ان هم ينتقلوا الى محافظات اخرى عشان ياخدوا هذه الخدمات. فده طبعا شيء مهم جدا الحمد لله النهارده الدوله المصريه بتتحرك فيه. الجزء الاخر طبعا طبيعه الاقصر كمحافظه سياحيه، كنت حريص جدا على زيارة البر الغربي، وشفنا الحقيقة تطوير الكورنيش في البر الغربي. البر الشرقي كان تم تطويره، ولكن البر الغربي أيضا سيد المحافظ بيقوم بجهد كبير جدا وتطوير كبير بيتعمل. وأيضا كانت ليا فرصة لزيارة أعمال ترميم معبد هابو، والحقيقة يمكن لما جيت في هذا المعبد من سنتين كان في توجيهات للحقيقة الزملاء من المجلس الأعلى للآثار ببدء الترميم فيه وإظهار جمال هذا المعبد. والحمد لله النهاردة شفت حجم عمل كبير جدا قام به شباب وشابات مصريات اللي هم برضو بيقوموا بجهد غير مسبوق هنا في ترميم معبد إسنا. وده الشيء اللي يفرح. صحيح هي بعثة مصرية ألمانية مشتركة، ولكن اللي بيقوم بأعمال الترميم هم أبناء وبنات مصر المتخصصين اللي اتخرجوا من كليات الآثار في الجامعات المصرية، وبيقوموا بجهد عظيم لأن الكلام ده بيتعمل بطريقة يدوية من غير مكن، وبيبقى محتاج صبر وجلد هائل. بيطلعوا على سقالات، بيقفوا على ارتفاعات كبيرة، يقعدوا بالساعات بيشتغلوا في ترميم المباني الأثرية. ولكن المهم هنا في مدينة إسنا إن احنا بنتكلم على تطوير شامل للمدينة وليس فقط المعبد. بنتكلم على ان فعلا مدينة إسنا تستحق بتراثها التاريخي والاثري اللي موجود انها توضع على خريطة السياحة العالمية. وبالتالي يعني النهاردة بتابع كل الجهد اللي بيتم في هذه المدينة الجميلة. يعني عشان كده حبيت ان انا اختتم الزيارة والمؤتمر الصحفي واحنا نبقى ورانا معبد إسنا والتطوير اللي بيتم فيه. جزء من الزيارة طبعا كان للمشروعات اللي الدولة بتنفذها تحت مبادرة حياة كريمة، شفنا المجمع التكنولوجي وايضا والاداري، وايضا مشروع محطه مياه الشرب الكبيره اللي بتخدم اكثر من اكثر من 150 الف نسمه. هيبقى دايما كان عندهم صعوبه، ودايما في الصيف بتبقى في مشكله نقص ميه، ولكن مع المحطه اللي بدات فعلا واكتملت المرحله الاولى منها بطاقه 17500 متر مكعب في اليوم،
دي بتخدمهم، مع ان احنا هنبدأ كمان في مرحلة تانية ان شاء الله. الدولة يعني مش قاصرة او مركزة اهتمامها في منطقة واحدة، بالعكس كل اجزاء مصر وكل ربوع مصر وكل محافظات مصر وقراها ومراكزها بتنالها حظوظها من التنمية، وده شيء مهم جدا لان مصر محتاجة اكتر من كده، محتاجة شغل اكتر من كده، ومحتاجة ان احنا كنا ننفذ هذه المشروعات على مدار عقود سابقة. وبالتالي كون ان احنا كحكومة بنحاول نسرع الخطة في تنفيذ هذه المشروعات وننجزها في وقت اقل، ده هدفه كله ان احنا نعوض سنوات وسنوات من يعني مش هقول الاهمال ولكن عدم التركيز على عمليات التنمية المتكاملة اللي كانت تستحقها قرى ومراكز مصر المختلفة بعيدا عن القاهرة والعواصم ومراكز الحضرية. وبالتالي وجودنا النهاردة في مدينة زي اسنان، المراكز اللي احنا عدينا عليها واحنا جايين من الأقصر، دي رسالة مهمة جدا ان الدولة المصرية حريصة على ايصال عملية التنمية لكل المواطنين فيها في اقصى الربوع والحدود، وان شاء الله تكتمل كل هذه المشروعات على خير. انا بشكر حضراتكم جميعا، ولكن هناك خبر مهم جدا حابب ان انا برضو يعني اقول، واحنا موجودين على امام معبد اسنا ومرتبط بالتراث والاثار والسياحة، ويمكن ده بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنبدأ ان شاء الله التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اعتبارا من يوم الاربعاء القادم يوم 16/10، هيبدأ اول تشغيل تجريبي للقاعات، قاعة الرئيسية اللي موجودة في المتحف المصري الكبير ان شاء الله هيبدأ التشغيل التجريبي، وده هنبدأ تدريجيا في التشغيل التجريبي لبعض اجزاء المتحف على اساس ان شاء الله املا يكون هناك الافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع اللي اكتمل، وبالحق هيكون هدية مصر للعالم كله في صورة ان ده اكبر متحف على مستوى العالم كله. السلام عليكم ورحمة الله، وكل سنة وانتم بخير.